المسألة الثانية اللي بغيت نطرح هي القضية ديال الصحفي عمر الراضي والمسألة ديال الاستخبارات وإسرائيل وأمريكا. وهذا الشيء دائما احنا كنعرفوه وهذا الشيء دائما احنا كنشوفوه وهذا الشيء في الحقل ديال الصحافة والإعلام كاين. إذا عمر الراضي كانت استدعاءات متوالية ومتكررة لدى الفرقة الوطنية وهو يمتثل هذه الاستدعاءات، إلا أنه مازال ما تبتتش شي حاجة في حقه وكان دار واحد الندوة صحفية. إذا إلا كنا غادي نناقشوا الصحفي عمر الراضي راه المواقف ديالو راه باينة، إلا كنا غنناقشوا العمل الإعلامي ديالو راه واضح، ولكن إلا غادي نزجوا بعمر الراضي في السجن تكون عندنا دلائل كافية وإثباتات واضحة. إذا كل التضامن معك عمر الراضي من هذا المنبر، والطرق باش مشاو بـ20 وباش مشاو مجموعة من الصحفيين والصحفيات راه هي الطريقة باش غتمشي حتى انت. إذا هذه راه واضحة للعيان.